بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله. نبدأ درسنا اليوم لشرح طريقة عمل الطريق المنحني أو جعل الماتيريال منحنية مع الطريق. طبعا أول شيء نقوم بعمل موديلينج للطريق. طبعا عادة الطريق يكون بعرض، نقوم بعمل طريق دعنا نقول بطول 50 متر مثلا، وفي هذا الاتجاه 50 متر، ثم نقوم بعمل طريق بعرض 12 متر، طبعا تستطيع أن تقوم بعمل مودلينج بالطريقة التي تريدها. ونعمل ريفيرس فيس، ثم نقوم بعمل انحناء هنا أو كيرف. طبعا يفضل أن يكون المنحنى كبير، يعني لا لو عملت منحنى 2 متر احتمال أن الطريق الخامة لن تنحني معك، ولكن يجب عمله أن تكون يعني منحنى كافي، يعني 5 متر على سبيل المثال. طبعا تستطيع عمله بالطريقة الاعتيادية، ولكن سنستخدم بلجن للتسهيل فقط، مثل نفس فكرة الكيرف. طبعا هذا بلجن 1100 بت تولز مشهور جدا وموجود في الوير هاوس، تستطيع تحميله مجرد انك تخش على اكستنشن وير هاوس، ثم تقوم بكتابه 1100 بت وتقوم بتحميله، والبرنامج سوف يقوم بتسطيبه اوتوماتيك او تقوم باخذه من احد الاصدقاء. طبعا نريد عمل فيلت نفس امر لتوكاد، نختار فيلت تو ايدج، طبعا يقول لك سيلكت ايدج، هذه الايدج مع هذه، طبعا هنا 5 متر تستطيع ان تجعلها اكثر او اقل، لكن 5 متر كويس. اوكي، نفس الشيء للداخل 5 متر. طبعا لاحظنا هنا ان اصبح الفيس مجرد عمل خط بهذه الطريقه يعود الفيس. نرجع البار إلى مكانه. طبعا نقوم بإعطائه خامة، أي خامة نسميها رود أو طريق. طبعا عندما تكون لاستخراج الأمر أو أمر اطلاء البينت، نقوم بالضغط على بي، حرف بي، وإذا أردنا أن نقوم بتغيير البينت إلى سيلكت ألت سيلكت رود، اخترنا كلمة رود، ندخل طبعا على الأسيست إديتور. طبعا هذه الخامة اللي هي الرود، نقوم بجلب خامة الطريق التي نريد عمل كيرف لها، مجرد نضغط هنا بيت ماب، ثم طبعا نختار، انا دخلت الى الملف الذي اريده طبعا حسب المكتبه الموجوده عندك، نختار مثلا اللي هو الصوره الديفيوز الاساسيه، نقوم بعمل اوبن. طبعا هنا الصوره داكنه، لو لم تعجبك الصوره الداكنه تريد ان تجعلها اخف تقوم بعمل لينير، تغيير ريندر سبيس لينير، نجد ان الصوره اصبحت اخف، لو اردتها داكنه كما تريد على حسب الرندر حسب المشهد اللي عندك. باك طبعا خلينا توفي الديفيوز بعدين كان حنكملوا باقي المبات. طبعا هنا الصورة تحتاج الى تعديل، دائما تنزل 4 متر في 13، هنا نزلت خليها 12 في 12 بهذه الطريقة. طبعا تحتاج إلى تعديل الطريق، نختار رايت كليك تكتشر بوزيشن، ثم نقوم بتحريكها قليلا بهذه الطريقة،
حتى يكون بزبطها من جهة واحدة على الأقل. طبعا الإشكالية وين؟ الإشكالية إن عندك طريق مستقيم هنا وهنا طرق بها بالعرض، يعني مش بالطول مع الطريق، وهذا غلط، هذا غير واقعي. كيف نطلع من المشكلة هذه؟ مجرد ننزلوا بلاجن اسمه سكتشاب يو في، موجود حتى وتقدر تلقاه من ويندو، و اكستنشن 3 دي اكستنشن وير هاوس، ثم تقوم بتحميل هي سكتشاب يو في. طبعا هذه بلاجن مجانية تستطيع تحميلها. نقوم بعمل سمك، يجب عمل سمك للطريق ايا كان، حتى 5 سنتي او 3 سنتي، مجرد اختيار الفيس ثم الضغط على سكتشاب يو في ثم اختيار اول زاوية ثم اختيار الايدج العلوية ثم رايت كليك ثم تيوب ماب. تيوب ماب نجد انه عمل هذه الكسرة بهذه الطريقة. نعمل رندر للتأكد. طبعا كل الخطوات التي ذكرتها هذه النتيجة. طبعا هي تقوم طبعا انت باخذ هذه الطريق وتركيبها امام الفيلا، في حالة عندك فيلا مثلا عندها زوز وجهات، فلهذا ما تقدرش تدير طريق عادية، تحتاج الى الـ الى الـ الى الخامة هذه. طبعا خامة واقعية صراحة، تقدر تعدل الكيرف اكثر، ممكن تخليه مثلا 7 متر، نشوف فيه ممكن 7 ممكن يجي، او تخليه 5، حتى 5 معقول الى حد ما. هذا بالنسبة للكيرف. نقوم باعطاء بعض الخصائص للطريق، اعتقد ان اللون خفيف جدا. نعود للطريق، هنا نرجع لل نجعله sRGB لون داكن. طبعا كل الخامات الموجودة يجب ان يكون لها انعكاس حتى ولو كان بسيط، حتى اي خامة حتى التربة الطبيعية لها انعكاس بسيط، فلهذا نقوم باعطائها حتى ولو نسبة بسيطة. طبعا باعتبار عندي مابات سبيكلر، نبحث عن كلمة displacement glossiness او reflect، هي هذه اوبن. طبعا هذه المابات منزلها من موقع بوليجون، موقع ممتاز، وفي خامات طبعا مجانية، ولكن في خامات كثيرة ممتازة يعتبر الافضل، لكن مشكلته انه هو يحتاج الى اشتراك مادي او بالفيزا كارد. طبعا الصورة غير واضحة، نقوم بعمل باك. طبعا نحتاج الى عمل رفع، حاجة بسيطة يعني. طبعا عندك البامب كذلك، قم بتفعيله بيت ماب، ثم نختار البامب. تعديل بسيط هنا يجب قبل هذا أن تعدل هنا إلى نورمال ماب حتى يعطيك قيمة. طبعا القيمة 1، جربوا احنا ونشوفه. displacement لو تبي، طبعا displacement دائما يثقل الرندر في اللي ما يحبهاش، لكن الواقعية أفضل. إذا كانت عندك مشاهد قريبة ممكن تفعل displacement. طبعا بيت ماب displacement، اختاروا هذه الخامة، displacement طبعا خليه 1، ولا خلينا نزيده شوية 1 فاصلة، تمام. طبعا نذهب الى الضبط switches، لاننا ديما نفصل فيه لا فعال لفصل displacement من رندر وتسريع عملية الرندر. تستطيع ان تفصل من الضبط ثم switches ثم هذه القائمة، القائمة الجانبية، ثم render parameter ثم switches ثم تقوم بفصل displacement، يصبح عندك سرعة اكبر في الرندر. ولكن الان نريد ان نجرب displacement. طبعا لمعرفة displacement يجب ان نأخذ لقطة قريبة الى حد ما. نقوم بعمل render. طبعا لون داكن جدا. stop. نقوم بالتعديل في الماتيريال، رود ديفيوز، نقوم بجعله لينير، ونقوم بزيادة البامب، ونقوم بزيادة 5 على سبيل المثال، نرى ما هي النتيجة.
نقوم بعمل رندر. نرى أن الديسبليسمنت والبمب أعتقد أن الطريق تحسنت قليلا. طبعا هذه تعديل الخامات، نرى هنا الشقوق في الطريق نوعا ما واقعية. طبعا لما تزيد الريزولوشن وتعدل الإضاءة حتكون النتيجة أفضل، ولكن مبدئيا هذه نتيجة كويسة يعني بالنسبة لأن هذا الدرس هو عن موضوع كيفية عمل طريق منحني. طبعا في الحلقات القادمة بإذن الله سنقوم بعمل، الآن نقوم بشرح كل جزئية لوحدها. في الحلقات القادمة ممكن نعمل فيديو يكون ساعة أو أقل من ساعة بشوي، 50 دقيقة، يشرح كيف أنك تستلم المال 3D المعماري وتقوم بعمل رندر كامل له، وهذا يكون طبعا في النهاية بعد التمكن من الجزئيات. الآن نقوم بشرح كل جزئية لوحدها، ومع الشرح نقوم بشرح بعض التبس أو التركات الموجودة في هذا البرنامج. طبعا الفيرين اكسد صراحة الجديد يعني نقلة نوعية كبيرة جدا، ويكون لنا بإذن الله لقاء معكم في الحلقات أو في الدروس المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.